اوكي، للتوضيح في نوعين من الناس راح يعلقوا على هذا الفيديو. الاول، يا اخي لا يجوز الالتقاء بالنساء وحيدا، فالشيطان سيكون ثالثكما. اتق الله يا اخي، اتق الله يا كافر. والنوعية الثانية، والله لو محلك لذلك اهدى علينا، انا والله ما انا عارف انه حيحصل كده. سلام 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 عليكم، موسى الحلو بفيديو جديد وقصة جديدة. قصة بدأت من سنة، سافرت على سويسرا، وبالعادة بس ما يكون معي مصاري مفلس مثل دائما يعني، بستعمل تطبيق اسمه الكوتش سيرفينج. هذا التطبيق بيستخدموه أغلب الناس اللي بتسافر، يلي ما معاهم كتير مصاري، وأكيد الأغلبية بيعرفوا الكوتش سيرفينج، بس يلي ما بيعرفوا الكوتش سيرفينج هو عبارة عن تطبيق على التليفون أو موقع، ممكن بس تسافر أنت على مدينة معينة تبحث فيه عن أشخاص موجودين بهاي المدينة، ممكن يستقبلوك شباب بنات بغض النظر وبيعرفوك على المدينة تبعهم، وأكيد رح تكون تجربتك غير بس لما تسافر وتستعمل هذا التطبيق. وهو مجاني، يعني أنت بتسافر بتنام ببلاش، تقصدر وكل شيء وما بتدفع ولا شيء، وتجربة حلوة وبتتعرف على ناس جديدة، هي أهم شيء. تجربتي بالكاوتش سيرفين كانت دائما 90% خلينا نقول ناجحة وكتير مميزة. إلا هاي المرة، هاي المرة كانت التجربة سبيشل إديشن. من دون طول أصيل لبخة دعيت تعالج ويجينا. من دون طول سيرة خلينا نبلش بالقصة. لما سافرت على سويسرا أنا ما كنت محتاج سكن، بس الأفضل دائما أنك تشوف ناس من ولاد المنطقة ياخدوك ويعرفوك على المنطقة، ياخدوك يعرفوك من المنطقة والمنطقة والمنطقة. أوكي، بغض النظر على التعفيس بالكلام، بهاي المدينة فتشت على ناس. اليوم عم بسوي أخطاء أملائية مو طبيعية يا رجل، إيش في؟ تذكرت، أنا عرفت ليش. ما شفت ال ما في مبروك، ما في والله الحمد لله على السلامة. صح صح، مثل ما متوقع ماي فريند، هذا جزء من الاستوديو الجديد، هذا يعني جزء عم نحاول نشتغل عليه نسموه خالص، لكن هيك حبيت هذا الستايل الغريب هيك القديم مع الجديد. لسه لو تشوف ماي فريند الجزء الثاني اللي مقابلي اخ، بس هذا خليه للبرنامج الجديد. اللي بيحزر اسم البرنامج الجديد راح ياخذ هديه. اي واحد بالتعليقات بيحزر اسم البرنامج الجديد راح اتواصل معه على الانستغرام وهو يتواصل معي، راح يطلع له هديه وين ما كان يكون. خلينا نرجع للسيرة. بعد ما فتشت على أشخاص بهاي المدينة كان في بنت شكلها محترم، والخطوة الأهم أنك تطلع على الريكومنديشن، يعني الناس بس تروح تزور هاي الإنسانة أو هذا الشخص بيكتبوا بالتعليقات شلون كانت هاي الزيارة. ما كان في عندها تعليقات كتير، بس أنا يعني ما أخذت هذا الشيء يعني بشكل جدي كتير. تواصلنا، خبرتني أنه أي ممكن أنا أستقبلك وممكن أفرجيك المدينة تبعي وا. قلت لها أنه أنا استقبال صراحة عندي سكني الخاص، ماني بحاجة بس ممكن انه نطلع تفرجيني المدينة تبعك. فقالت لي اوكي. اقترحت علي وقتها فكرة انه نطلع على مكان فيه كرنفال تنكري، فقالت لي انه اختي ممكن تجي معانا وبنطلع بسيارتها هنيك. فقلت لها اوكي، فكرة حلوة. وبالفعل صارت الدنيا المساء واجت اختها والتقينا كلياتنا، فطلعنا بالسيارة ورحنا على منطقة جبلية تبعد تقريبا شي نص ساعة. كان هنيك في كرنفال كبير وناس رقص ومتنكرين، سبونج بوب، هاري بوتر، مشكل ملون، حلو كان الكرنفال. فقعدنا تقريبا شغلت ساعتين ثلاثة هيك تفرجنا على الكرنفال سلينا. البنت اللي كانت معانا صارت تشرب بس ضلت طبيعية، بالعكس كانت كتير مرحة ونحنا صرنا كأنه بنعرف بعض من 3 سنين. وألا شارك ولك فريند، صحيح تشرب وضلت طبيعية بس تشرب وين؟ فالت معها شريط الدبرياج ورايحة سف مشروب يا لطيف، سف شي بيت شي مواد تانية وضل طبيعية، مو متل عنا بس جابوا هيك شم ريحته بعد وين الشكية وراك؟ آسف على المقاطعة. كملنا السهرة، خلصنا قلنا خلاص لازم نرجع البيت، فطلعنا بالسيارة ورحنا رجعنا على المدينة مطرح ما كنا ساكنين. ونحن راجعين صار يقولوا انه مين جوعان تاكلوا ما تاكلوا، بس كان المحلات كلها مسكرة. اقترحت هي البنت انه انا بسوي اكل ناكل سوا وبعدين بتروح انت على البيت واختي على بيتها وانا بحط راسي وانا خطة مية مية. فوصلنا تقريبا على بيتها ولا بيجي تليفون على اختها انه هي لازم تروح خطيبة بدأ الا وما بعد. هن عم يحكوا بالفرنسي وانا ما كتير عم بفهم، بس فهمت انه لازم تمشي. فهون نحن وصلنا على باب البناية واختها بدها تروح ونحن رح نضل لحالنا، بس يعني ما توقعت انه يكون في شيء براسها لانه هي تصرفاتها كانت طبيعيه. فقلت لها انه ما بتحسي انه مو ظابطه شوي انه انا وانت بسكن عندك ولحالنا؟ بس قالت لي لا نحن مو لحالنا. قلت لها كويس مين معانا؟ قالت لي الكلب. قلت
قال كويس، ما زال الكلب معانا، وضعنا تمام، يلا امشي فوتي. ورحنا فتنا على البيت وسوت لنا معكرونه. ويا ريت ما سوت المعكرونه. ليش يا ريت ما سوت المعكرونه؟ مفعول الكحول بلش يطلع وجابت الحر الفليفلي هذا اللي ما بيرحم التركي وكفتته بقلب المعكرونه. يا محمد لك شو عم تساوي؟ هلا اكل لعنه هي بلشت تطلع الدوخه. حلو كتير، شلون بدنا ناكل نحن؟ المهم والله خلصت الاكل، حطت لنا صحنين، اخذت القضمه الاولى ويا محمد دخيلك، ويا عيني يا عيني النار صارت تطلع من كل فتحه بجسمي، صار الوضع كئيب لا يحتمل. لا عندك لو سمحتي البواسير حتفقع. ما ضل بواسير، صارت البواسير كل شيء. بواسير ضربت وصارت تشرشر. فانا هون وبلشت تسالني انت ليش بعدت لي من دون كل هالناس؟ هل انت معجب؟ هل انت مرتبط؟ هل انت وانا والوضع كئيب ماي فريند جدا؟ والله الحراره الف. المهم نحن كنا واقفين بالمطبخ والمطبخ صاير مفتوح مع الصالون، وانا عم بطلع يمين يسار بدي محل كب الاكل ورورت يا اخي. بلشت تقرب ناحيتي بطريقه متمايله ومتمايعه وبدون سابق انذار عزيزي المتابع. يا ويلي يا ويلي ايش سويتي؟ ايش سويتي فينا يا ولي؟ مدومه يا ولي، مدومه يا ولي، راحت ايش في؟ جعطتني ورجعت كملت الشغل عادي ولا كانه في شيء، اكل وطبيعي. ماي فريند الاستقبال راح، ما في استقبال، شبكه طوط طوط طوط، ما في، انتهى العمى. لك صار يشوش، صار يخلط مي وزيت. انا شايل لسه صحن الزمهرير البخاري هذا بايدي، اخذت جطعه ثانيه وحددت حالي لاشوف اذا الموضوع مزبوط صار ولا انا عم بتخيل ولا شو ايش اللي صار. المهم يور فريند هون واقف محله ولا اشاره ولا اي هيك اي و اي و اكي هل تريد ان تعمل الفاحشه؟ انا اسف، انا والله ما لقيت كلمه يعني كلمة مؤدبة. قالت لي اياها بالحرف، هل تريد ان نمارس الحب؟ اسف مرة تانية، هل تريد ان هيك؟ اوكي. فقلت لها انا، انت اكيد عم تمزحي، انت بتمزحي ها، انت والله بتمزحي، مستحيل ها ماي فريند، من دون مبالغة، والله أنا ما ببالغ، والله عم بحكي القصة مثل ما هي. مسكتني من إيدي، أخذتني على الغرفة، أنا طبعاً الإشارة لسه ضعيفة وماشي مثل الأحوال، ولا عرفان إيش رح يصير بعده. مشيت، فتت بالفعل أنا بغرفة النوم والوضع واضح رايح على اتجاه معين. هون أنت عم تحاكي حالك إنه إيه إيش سويت؟ والله ماي فريند ولا سويت شيء. لحد الان ماني فهمان شيء وما سويت شيء. وفجاه رن التليفون تبعه، ولا بيطلع مين؟ البوي فريند السابق ولا الحالي ما بعرف. مهم حبيبه بلشت تحكي معاه وتخبره انه انا موجود طبعا معاها بالبيت، وتعشينا وعم نتبادل اطراف الحديث، اكلنا هوا. يعني عم تقول هذا الكلام لواحد هو وياها زي سكينه في الحلاوه، وانه هي معاي. يا حبيبي يا حلاوه يومنا وليلتنا. انا طبعا هون بلشت افوت بالحيطان، ايش اسوي؟ اهرب ولا اضل ولا لا؟ وحبيبه ايطالي من سيسيليا، يعني هذا بكون خالته بالمافيا، وعمه هو جوز خالته اللي هو الزعيم. والله برجع بقول انت والله مو عم تمزحي، والله عم تمزحي انت. طبعا القبضاي اللي حكينا عنه باول فيديو تبع انا سويت عملت اسلك بس يخرب بيتك، كذاب كذاب. ولك والله بهاي اللحظه بتشوف حالك انت وعم تاكل 600 كف وبوكس ودفره، بس لانه علقت هي وحبيبه على التليفون وصار يا حيوان يا ابن الكلب ما تحكي معي بالطريقه يا يمه وين الباب. فانا قلت لها لازم اطلع على البيت، احس بنفسي متضايقا قليلا من النودلز اللي اكلناها. لا خليك. وبلشت السكره وطلعت السكره ويا حبيبي هلا والله تبهدلنا.
والمصيبة إذا طلعت أنا بشكل مفاجئ وقلت له خلص ما في وجحشت، ممكن تجحشي أكتر وتطلب لي الشرطة، وأقل ما هنالك ممكن تقول إنه أنا هذا هو عم يعتدي علي، ولا عم ولا دفشني، ولا ضربني كف، ولا أي شيء. بهاي الحالة راح يغنوا لي بودعك يلا أنا يلا بطلع مو برات سويسرا، برا أوروبا خالص. فلذلك الأزكى بهيك حالة تطلع بطريقة سياسية. فبلشت أنا أجي على فكرة أنت حلوة كتير وأنت ملك الجمال وأنت يا مز يلي ما في منك، بس أنا اليوم تعبان والله ما خرج أساوي ولا شيء، بس بكرة لعيونك بكرة أنا عندك، بس خليني اليوم أفل. لا خليك خليني أفل الله يخليكي. بلشت تحضني هيك وتبكي، وأنا أنت ما بتحبني، يخرب بيت أمك أنا وين بعرفك أصلا لحبك. هون ماي فريند بلش الوضع يتوتر، وانا عم بحسب ايمتى رح يجي البوي فريند تبعها، وجايب معه اولاد عمته اولاد عمه الايطاليين، ويكبسوني دين علقه يشلخوا حت حواجبي. فالمهم بعد نقاش وعراك طويل قلت لها هلا بيزعل البوي فريند ومشكله، وانت بتحبيه شكلك، خليكي معاه خليكي معاه. والله العظيم بهاي اللحظات وانا عم بحكي هيك انا عم بواسيه تقول لي لا تواسيني انا ابدا مو زعلانه. شوف هاي هي طبعا عم تبكي، تخيل معاي الموقف، هي عم تبكي مو على نازلات، صارت تسوي لي تبع مهرجين وتبع تمثيل ومدري ايش، هاي تبع الوجه هيك مخلوقه ولا طنه ولا رنه ولا برغي خالص. نعم وين ابتليت انا بهالبلوى؟ اخلع يا دين النبي. كان قال له تعرف ايش شو؟ والله خالع اطلب الشرطه. لك وين رايح؟ قال له والله خالص روح يخرب بيتك والله تذبحيني الله انت بالليل تسوي فيني على الشغايل. فخبرتني انه لا تخاف وترى انا عندي مشاكل، وشان هيك يعني الوضع تعبان وبيخلط مخي مي وزيت وضع كئيب. انا لا يا خيتو والله انك حبابه واحسن مني، بس دشرين الله يخليكي لا اقوم انا ابتلي لي شي بلوى من وراء هبلك، اتركيني بحالي. قالت لي خلص روح الله معك يلا روح، ما لا سويت معي شي ولا اطلع من امرك شي، لا لا انا بشوش يا اخي دشريني بس بحالي. والله ما يفرق الله العظيم طلعت من البنايه كل شويه اطلع وراي ليقوم حدا لحالي. والله ما بتعرف صار يطلع 160 سيناريو براسي، انه حدا مراقبني خلوني اطلع من عنده يهفوني بالسياره وياخذوني يبيعوا كلوتي. على السريع اركب وروح على البيت وحط راسي ونام وانسى الموضوع وانسى القصه لا حد يومنا. عشان هيك ماي فريند شايف كميه الحب التي اقنها ولا اكنها لك، اعطينا سبسكرايب لو انت لسه مالك مشترك ولايك للفيديو. والله قصة حلوة وديكور حلو ونحن عم نناقشك ونداريك ونضحكك، اعطينا ولا شير على الاقل. طبعا لازم نرحب بالمتابعين الجداد من العراق السعودية وتركيا، اهلا وسهلا فيكم. هلا والله استنوني بالبرنامج الجديد وتكونوا متحمسين لفيديو الاستوديو يلي راح يخرب الدنيا. طبعا طولت انا فيه ولكن بكل تأخير اكيد في شيء احلى وتوقعوا نتائج كتير حلوة. رح أعرض كل حلقة أجمل التعليقات هون وعلق تعليق حلو مشان ينعرض بالحلقة الجاية. شكرا للمتابعة، سلام عليكم.